السلام عليكم الإخوان، هذا اختبار ديال ظروف عمل المشرف الجامعي دعم المعارف. لنبدأ الاختبار ديالنا. المشرف الجامعي لا يشارك إطلاقا في وضع ترتيبات الإحصاء، صحيح فهي مسؤولية المشرف الإقليمي، خطأ ففي حال توقع تأخير يجب على المشرف الجامعي العمل على استكمالها. كان الجواب الصحيح هو هذا، خطأ. لاحظت حتى الطريقة باش أنهم هضروا عليه، قالك خطأ ففي حال توقع تأخير يجب على المشرف الجامعي العمل على استكماله. نعم، حيت هو مسؤول على هادشي، يعني حتى الطريقة في التنوع في الإجابة كتكون منطقية. سيتم توفير وسائل النقل للمشاركين بواسطة قرار. نعم، بواسطة قضاري، ولكن كاين شي مناطق في وسط الحضاري. الجواب الثالث، وسط كهربائي وبعض المناطق الحضارية الهامشية. انت هذا الشيء صحيح. ما هي ترتيبة الإحصاء المتعلقة بالموارد البشرية؟ تحديد لوائح الباحثين والمراقبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الإحصاء، وتعيينهم حسب المهمة المنوطة بكل واحد منهم وحسب منطقة الإحصاء والمراقبة التي يشتغلون فيها. اختيار مجموعة من المراقبين وتكليفهم بتكوين مراقبين باحثين يشعرون بمكان وتاريخ إعداد بطاقات المعلومات الشخصية الخاصة بكل المشاركين في الإحصاء. نعم، نعم، هادشي كامل صحيح. إذا كل ما سبق جاوب بحال هكا كيختار يجاوب صح. شو قالك؟ يجاوب واحد. إذا كل ما سبق فهو صح. متى يشرع في وضع ترتيبات الإحصاء؟ قبل بداية التكوين، مع بداية التكوين، مع بداية العام المئتين. طبعا هذه يكون ترتيبات الإحصاء تكون قبل بداية التكوين. لن نقوم بإنهاء هذا الاختبار. عمل ممتاز، واصل تقدمك بدرجة 8. إذا هنايا الإجابة صحيحة.